صباح الخير، صباح المسار اللي بيمتد من وادي الفارعة لطلوسة. احنا الان على تل الفارعة. تل الفارعة هو عبارة عن تاريخ، طبعا هذا المبنى كان مر في العصور اللي هي العصر البرونزي والعصر الحديدي، وكان هذا الإرث الكنعاني اللي هو إحنا إرثنا نحن كشعب فلسطين. هاي الفترة اللي طبعا اللي حفروا فيها هون الإسبان بتعود العصر الحديدي، يعني 1200 قبل الميلاد. هاي عبارة عن غرف، وهذا تقريبا عمر التل 10,000 سنة. كنعاني يعني؟ قبل الكنعاني، العصر الحجر الحديد. صباح الخير، صباح الخير، صبحكم جميعكم وقبل أنا أياديكم جميعكم. صباح الخير، صباح الخير، صبحكم جميعكم وقبل يا ابو ايمن اياديكم جميعكم. الله يسلم جميعكم يا هلا. ويوم الضيق والمسارات أنغاكم جميعكم، يوم تصيح ليلى يا عراب. يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي. طيب رجعنا لكم مرة ثانية لوادي المراش. وادي المراش احنا في منطقة الصخور، منطقة العريس والعروس ومغارة الحمام. احنا واقفين فوق العريس، مسار بجنن، واد بجنن. هذا الواد طول حياته كان ملجأ وملاذ للثوار الفلسطينيين اللي كانوا ثوار ضد الانتداب البريطاني، ضد الاحتلال الإسرائيلي، وبالانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية كان هذا يضب ويخبي كل مطاردين الوطن، يجهل ويدكوا ويتباحثوا بأمور الثورة والثوار. ونطل عليكم إن شاء الله بمكان ثاني. يا نجوم يا طالعة، يا منورين الفارعة، مثل الشمس الساطعة ووجوه كلها نادية. ويا مرحب يا مرحب، هلو هالفرعاوية، صديقي من وحنا صغار يا بسم الخطيبة. ان شاء الله ودوم الصحبة البكرات وابيها.